المعقول انك تنحي لاعب اللي هو غزاله اللي كما يقولوا ان بيس ميتريس و سي كلكان اللي عنده يعني اللي طري ريغورو في 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 الماركاج. اليوم انت كي تشوف لو بوت تاع سيربي كداد وحده في 6 متر وين كان بالعمري وين كان عبد اللوي نورمالمون لو ماركاج حنا لعبنا جبل ربي لعبنا شويه فوتبول ونعرفوا لي جوور لي غران لي جوور ولا شويه لي غران جوور دو تاي هما لي يدو لي غران. دوك انت مد حنا كنا نلعبوا انت ماشي زميت اللي رايح يحكم علي موسى صح على ليبوك باش زموت بتي تاي ولا انا بتي تاي فوالا. اليوم تشوف الارياحيه كيفاش طلع كداد وحطها انا شبونس جاب لي شكون اللي جمعها جمعها زوغران. سامحني انا اليوم نقول لك حاجه انا كي نهضر على لاك سنترال باسكو لاك سنترال بوكو بلوس سي اون كومبليسيتي اللي يلعبوا عام كامل تفاهم ريغور كدا من بعد بون باسكو بن عمري نا با جوي مع بالك بلي بن عمري لا فاز روتور ابا الماتش تاع لوسما اللي لعبوا الباقي ما كانش كان في الاحتياط من بعد تنحي غزاله وتحطه هو اليوم هاي النتيجه. انا شوي با كونتر بن عمري بصح بن عمري صافي لونطون كي نيو مي فورم كان بليسي بالعقل يدخل 10 مينوت منا بصح يفالي اليوم اشراك غزاله في اللاكس باسكو تفلي لي بون في الماركاج تفل اي سي تيمبوزي باسكو جبناه من عنابه راني شافي جبناه من عنابه طور مع مرور الوقت اصبح اون بياس ميتريس. اليوم جوبونس بلي لونترينور يتحمل المسؤوليه كسوا في ليكيب لونترونت ولا في التغييرات. انا زير تيوب اول قناه الكترونيه في الجزائر.